هنا الكرسي كراسي حنا الفريق ذا حقوقها يلا ما في مشكله خلاص يلا 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 فريقنا منا صح خلاص فريقك من ايه من عند زايد يلا ايه يلا جاهزين توكل على الله تسولف ابدا الله اربع كلمات اصابع يدك ما بسوى الثالثه ولا الثانيه اصابع يدك ما بسوى الثانيه ولا الثالثه الثانيه الثالثه بعطيكم لا تاشر لا حد يجاوب كذا من راسه اذا خلص طيب ارفع يدك وبيدعي لا 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 نقول احنا عادي تناقشوا قوي الثالثه خلاص انتوا صوت الكلمه الثالثه صقر ثلاثة الريم اللي ما يعرف الصقر ايش فيه صعريك هذه بس يعني يلا يلا انا بعطيك قلت كذا عادي وش نار هذه بدايه بدايه ما اعرف يوصف بعدين ايش صقر يشوي اللي ما يعرف الصقر يشوي ما عندك طيب الحين مثلا طلعون واحد من عندنا يا شباب تعطيه يلا ايه ما اللي بيطلع من عندكم لا انا اعطيه انا اعطيه اعطيه الرجاء بيعطيه لا لا بيعطيه الرجاء شباب تعالوا تعال تعال لا بعطيك كل هذا تعال مروح بسرعه راح يلا مضبوط كل لي جاهزين مالك مالك داري خلنا مالك تخمك 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 وش المالك دخل ابغى اشوف هو صعب ولا لا يمكن يعطيك شيء هنا فق ابو محسن يا ولد ايش هذاك تبطي يلا 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 وش العلم انت بتشرح صلى على النبي السلام بدون صوت اخوياك انا اقول اعطاني مثال بعطيكم اياه بس بكذا يعني اعطاني مثال انا بشرح لكم لا 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 تسولف لا تسولف اشرح لاخوياك تسولف الحين خلاص اي ابدا لاخوياك لا لحظة لحظة نحسب وقت عيالي ولا ما نحسب لا عشان الحين 25 اذا جاك دقيقتين طيب صح الحين 25 طيب 5 دقائق نروح لوت كله اي 25 اذا جت 27 خلاص طيب مسلسل ايش الحساب قصه دقيقه اغنيه الكلمات خليك على الكلمات لا مش عشان اعرف وش لما ورا ظهري البقر اذا حجت البقر اذا حجت البقر يا سلام اوكي والله الله عليك يا طار وين انت وين انت عيب عليك انا واحد والله ما اللي يطلع اشرح احس انك ما تعرف روح اشرح لا 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 ما انا اعطي اعطي انا بعطي بعطي بعد مضبوط يلا اعطي اعطي روح انت هيا هذه لا يجيبها في والله اني لا اجيبها لكم ان شاء الله طيب يلا نجيبك وين وينهم ما عاد نعمة ها قدامك احنا لا كم كلمه كم لا تسولف لا تسولف كم كلمه طيب طيب لحظه خلينا نحسب الوقت من حفره حفره اللي اخذته وقع فيها بدون ما تتكلم ها ولا الكلمه ايش هي كم كلمه كم كلمه لا ود انت بدون ما تعلم كم كلمه اسكت الا اي بشر لكم بشر لكم عادي عادي علم استريح لا 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 ما تعلم لا لا والله ما علم عادي كيف يجي انا المفروض اشرح شيء بسيط اسكت اسكت اشرني ست كلمات وش انت قلت قبل 15 كلمه وجد وجد ومنزرع زد وجد ومنزرع انت لا تعلمنا انت الوقت كسر تقطع وقطعك يلا شاحنك ضايع حفره يحفر يحرد عادي وصف له ملاك يا اخي اسكت يا اخي عاش اسمه لا 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 بعد رجال سبع دقائق سبع دقيقة كم باقي ترى احمد عطنا الوقت صح كم باقي والله دقيقة 27 الحين 28 اللي ما يطلع انا بحافظ عنه وش دخل يا ولد يحفر يحفر ركزوا ركزوا يا اخوي الصوت يزرع يزرع من زرع من زرع حصد من زندقت البذرة من زرع من زرع حفرة لاخيه قطفة ثمرها من جد وجد في كل من زرع حصد من جد وجد من زرع حصد خلص 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 28 والله شوف خل خل لا لا 28 خلص وش زياد خلاص قال لنا زايد من جد وجد من زرع حصد من جد وجد من زرع حصد قلناها عنه يقول قال والله قد قلناها من بداية اجلس اجلس الله يرضى عليك ويا وقالك ما عرفناه خلاص
طيب قلناها ما بحق انت والله قلناها ما نبي منكم والله ما نبي منكم اعطاني ضربه ما بعد ضربه ما دام منك شيء اضبط يلا يلا اذا جاوبتوا لكم ثلاث نقاط شباب تعلمتوا مني لا لا قلت اذا جاوبوا اي لحظه لحظه 2-1 يلا الحين 28 طيب اربع كلمات لا ابدا انا نمك خبز لا ما غلط ما عجينة عجينة يلا انا ماني معك خبز لا انا امه خبازه ما يموت جوع عطر عطر عيد الشرح خبز عيد الشرح عيد الشرح اربع كلمات خبز خبز الاولى خبز ايوه لا صعب صعب مو صدق الثانيه انا الحين خبز السوق انا اكل خبز لا تتكلم ياكل عادي ضيعهم عطر خباز تعال هنا خذ كرسي تعال هنا اتمعنا عطر خباز خبزه لو كان نصفه طلع هو واحد منهم جيت انا اصبر 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 الحين الاولى خبز ترى باقي دقيقه يا عيال حلو الاولى خبز الثانيه انا اسوي خبز اكل اكل خبز انت لا تتكلم ترى تتكلم خبز اكلنا زين والله صهره ما لا تاخذ ان شاء الله ما الوقت يا عيال اصبر باقي ثلاث ثواني لا صح خبزنا اكلنا هلا هلا كذا خبزنا اكلتيه يا رفله اي اي اصبر خبز طبختيه يا رفله كلي صح لا لا والله هو خبز طبختيه يا رفله طبختيه يا رفله انت معنا خلاص خلاص صح 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 بيضة لا لا مش علمها خلص لا لا ما ما خلص لا عطاني اياها خوي لا لا خويك معلم ترى 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 الرجال انا ما خبز والله يا سلام 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 معيض بسم الله سالم يعني شد حيلك يا بطل 2 2 والله صعب ما جاء دور ما بعرف هذا عنده شكل اوجه المل لاخويا اي والله علمها كلمات كذا ايه ثاني كلمه وش راح يتكلم تحس انها سهله بناص الله ها انت ابو تو يعني مثل اللي يوم قال صقر زايد صقر طفنك عليه على طول عرفنا مثل ودي اسمع ودي اسمع هذا عندنا اللي بنعلمها اللغة ايش العلم؟ راح ها سمع بالله ما سمعت ها؟ لا والله ما سمعت بس سمعت اي والله اقعد اقعد بس ما ادري وش انتم تقولون قرب شوي السلام السلام يا عجان لا اول ما يقول اصلا دي حط مسواك في جيبك عشان نعرف ايوه كم كلمة؟ عايشة هذه قصيده كم كلمه كم كلمه كم كلمه يا عيال احنا فريقنا انا اقدر اجيبه بس اصعبه الصوت لا لا صعبه يا ولد احنا اخوياك يا ولد انت وين عايش انت رحنا في بدايه احنا وانت وينك صعبه على اخوياك صعبه سهله علينا قد ما تقدر الوقت قد ما تقدر صعب سمعتوه والله انكم سمعتوه اصبر اسمع صار لحظه لحظه احمد الحين 31 ها والله ما لو سمعت بجاوب على صل على النبي يا شباب ايوه الساعه الوقت الوقت كيف الا متى طيب طيب عبيت ال جابه يا انت يا ولد هذا يا شيخ قال 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 وش انت صراحه خلاص ابن ابو يسوي سلك يا ولد علي الطلب وين كنتوا والله انك يا ولد انك جيت العيد يا ولد والله العظيم جابوه لا ويقول اسهل عليكم ولا صعب يعني هاي حبوا يلا حيهم مين جاوا ذول وش العلوم يا ما بها علوم ما يقول الا كل علم طيب من انتو جايين يا عبد الله جايين من محل قري صايدين وفايدين ومن يقول يلا مشينا نسوي مشهد وين تعال يا صديقي مشهور صديق البزنس نفست يا ولد يلا بنشتاق تا بنشتاق
طيب وش تقول انت؟ خلاص اعلمك رجع. الله لي طيب يا ولد والله ان عنده تدري ايش يقول لي؟ ها؟ تدري ايش يقول لي؟ يقول اذا جيت هناك الرجال الاسود هو قصد المايك، قول المايك طفه عادي ترى. اي طبعا مسوي انه كذا فهمت؟ يعني رموز كذا. لا يعني مجهول يعني. طفي من الحين خلاص. لا لا انت انا ما اعرف طيب. كيف ما تعرف؟ يا ولد انا احد موصي. شوفوا جيهم قبل 10 دقائق وذا الحين. لا انا ذا الحين سجل.